منازعة إجرائية إحمالا للمواد من 456 إلى 461 من تعليمات النيابة العامة في كيفية ألف عينة المخدرات، ويشكل أولا في النتيجة وثانيا في صحتها. فندم إذا كان من العدالة، وأنت أبو العدالة، إن إحنا نتحدث يا فندم في متعاطي مخدرات وأنت بتقول عليه مغني، أنا أقول لسعادتك النيابة أنا آسف أنا ممكن. وأرجوك أنا ما عنديش حد أتكلم فيه عن النيابة إلا أمامك أنا، لأن أنت اللي بترقصني وبترقصني. النيابة العامة ما فكرتش حتى تبعت واحد يحضر التحقيق. دي ثابت دكتور عندها 26 سنة ودكتور عندها في وسط الزحمة ياخدوا ويعملوا الدلالات الاستكشافية اللي بيقول لسعادتك أنا هقدم الحوافز، هات الحوافز بس عبد الرئيس يبص عليها. أنا